طب لو جينا بقى لمكتبة الأزهر، اتعملت امتى وهل شكلها اتغير ولا لسه في عصر العزيز من وقتها؟ بالله؟ يعني من عصر العزيز بالله اللي هو من وقت يعقوب بن كلس. المكتبة اللي موجودة النهاردة هي في مدرسة اسمها المدرسة الأقبغاوية، دي مدرسة من العصر المملوكي، وفي مدرسة قصادها اسمها المدرسة الطيبرسية، نفس الكلام برضو من العصر المملوكي. الخديوي عباس حلمي الثاني بعد سنة 1896، من أكتر من 120 سنة، هو وفي عصره لجنة حفظ الأصالة العربية اختارت إن هي دي تبقى مكتبة الجامع الأزهر من أكتر من 120 سنة، لكن أصل المدرسة أصل المكتبة من عصر العزيز بالله ووزيره يعقوب بن كلس، وجي الخليفة الحاكم بأمر الله زود فيها. هم حتى لما كانوا يقولوا إن بتحتوي على 1600 ألف كتاب، كانش بيقولوا رقم مليون، كان لسه مش موجود في الحسابات، فيقولوا 1600 ألف كتاب، يعني 1,600,000 كتاب. لما جه صلاح الدين الأيوب هو يعني بدأ يراجع الكتب دي، فاللي هي فيها دعوة باطنية وأسرار شيعية والحاجات دي ركنها على جنب، وخد الكتب اللي هي بقى العلوم النقلية والعلوم التانية العقلية، لأن ما كانش بس مقتصر التدريس فيه على العلوم الدينية. يعني عندنا مثلا العالم الحسن بن الهيثم، عالم البصريات، ده من اوائل من الناس اللي درست في الازهر، وكان من الرواد، فمعنى كده ان كان في علوم تانية غير علوم الدينية كانت بتدرس فيه، وكتب تانية غير الكتب الدينية كانت موجودة في الجامع الازهر.